ناخذ هلا اكزامبل على موضوع حركه ثنائيه البعد مع كونستانت اكسلريشن. في عندنا جسم يمشي بدا من نقطه الاوريجين يعني اكس تساوي صفر واي تساوي صفر عند الزمن صفر. الانيشال فيلوسيتي تبعته كانت الاكس كومبوننت لها 20 والواي كومبوننت ناقص 15 متر لكل ثانيه. الجسم بتعرض لاكسلريشن بالاكس دايركشن يساوي 4 متر لكل ثانيه. واضح ان الاكسلريشن باتجاه واي يساوي صفر. المطلوب نحدد الفيلوسيتي فيكتور ات اني تايم. معنى ات اني تايم انه لازم نوجد معادله بدلاله التايم بحيث انه لما بدنا نحسب الفيلوسيتي عند لحظه معينه بنعوض قيمه تي عند هاي اللحظه. نرجع لمعادلاتنا، راح نستخدم هاي المعادله اللي هي المعادله الاولى من الكينيماتيك ايكويشنز بصوره فيكتورز. مطلوب منا في اكس اي، في اكس اي معروفه لانه هو معطينا الكومبوننت باتجاه اكس الانيشال فيلوسيتي، والفي واي انيشال كمان معروفه لانه معطي الواي كومبوننت للفيلوسيتي عند اللحظه صفر. اي اكس معطيه، اي واي تساوي صفر، وتي لازم نخليها مجهوله. بنلاحظ عوض في المعادله مثل ما حكيت بيطلع مع المعادله هاي طبعا بدلاله التي. هون مطلوب منا نحسب الفيلوسيتي والسبيد عند الزمن 5 سكند والزاويه اللي بيعملها الفيلوسيتي فيكتور مع الاكس اكسس. بالنسبه للفيلوسيتي احنا بالاساس وجدنا معادله لها في الفرع السابق، بنعوض بدل تي 5 ثانيه اعطينا هذا الجواب 40 اي هات ناقص 5 جي هات. بالنسبه للزاويه عندنا بنلاحظ انه الكومبوننتس للفيلوسيتي باتجاه اكس موجبه باتجاه واي سالب. هذا بيعني ان الفيكتور موجود في الربع الرابع، هذا فيكتور الفيلوسيتي عند الزمن 5 ثانية. بدنا نحسب هاي الزاوية ثيتا. المقابل عبارة عن الواي كومبوننت الفيلوسيتي، والمجاور عبارة عن الاكس كومبوننت لا الفيلوسيتي. التان ثيتا يساوي المقابل على المجاور. عشان نحسب ثيتا ناخذ تان انفرس للمركب المقابله اللي هي الواي كومبوننت على المركب المجاوره اللي هي اكس كومبوننت، بعطينا الجواب ناقص 21. ناقص 21 مقصود فيها انه الزاويه بين الاكس اكسس وبين الفيكتور بس ماشيين مع عقارب الساعة ناقص 21. الاصطلاح تبعنا الأساسي بنروح من البوزيتيف اكس عكس عقارب الساعة وبنروح للفيكتور. بهاي الحالة الزاوية بتكون 360 ناقص 21. مطلوب مننا نحسب كمان السبيد اللي هو الماجنتيود للفيلوسيتي. طبعا واضح بما انه الكومبوننتس معروفين عنا بنستخدم قاعدة فيثاغورس بتطلع معنا 43 متر لكل ثانية مثل ما حكينا سابقا. الفرع الثالث مطلوب نحدد الاكس واي كوردينيتس للبارتيكل والبوزيشن فيكتور له عند اي زمن، بمعنى بدلالة التي اللي هي التايم. زي ما حكينا بال 2 دي موشن ممكن نعامل اتجاه اكس لحال واتجاه واي لحال. رح نلجا للمعادله الخامسه من معادلات الكينيماتيك ايكويشنز، اكس فاينل تساوي اكس انيشال، بس اكس انيشال تساوي صفر لانه الجسم بدا حركته في الزمن صفر من الاوريجن، زائد في اكس اي في تي. في اكس اي معروفه السؤال معطيها، التايم احنا بدنا المعادله بدلاله التايم ما بنخليها، النص ثابت، اي اكس معطيه، تي سكوير كمان لازم نخليها
مجهولة، لأنه مطلوب نوجد المعادلة بدلالة التايم باتجاه الواي. المعادلة الخامسة من معادلات الكينيماتيك إيكويشنز تعطينا واي إف يساوي واي إنيشيال. طبعا حكينا واي إنيشيال تساوي صفر لأنه الجسم بدأ حركته من الأوريجن، زائد في واي إنيشيال في تي. في واي إنيشيال معروفة معطية في السؤال، والتي بدنا نخليها مجهولة، زائد نص اي واي تي تربيع. اي واي تساوي صفر، الحد الثالث بيروح، بضل عندنا ناقص 15 تي. البوزيشن فيكتور عبارة عن الاكس كوردينيت زائد الواي كوردينيت كفيكتورز، مثل ما هو واضح هون. بنعوض ما اوجدناه هون، معادلة الاكس اف ومعادلة الواي اف، بيطلع معنا هذا الجواب. نيجي لموضوع البروجكتايل موشن، حركة المخذوفات. هون بدنا نعمل فرضين. الفرض الأول إنه الـ free fall acceleration is constant، بمعنى قيمة g constant ما بتعتمد على الارتفاع. إحنا سابقاً حكينا إنه كل ما ارتفعنا عن سطح الأرض قيمة g بتنخفض، ولكن إحنا هون رح نفرض إنه قيمتها ثابتة. الفرض الثاني إنه رح نهمل الـ air resistance. هدول الفرضين بنتج عنهم انه حركة المخذوفات هي حركة with constant acceleration، بتسارع ثابت. بنلاحظ هون في عنا جسم تم قذفه من نقطة A، بارتفاع بارتفاع بوصل على نقطة وبعدين بيبدأ ينزل. واضح انه الحركة باتجاه ال Y وباتجاه ال X 2D. هذا المسار اللي بيمشي الجسم وعبارة عن الـ path of projectile، مسار المخذوف، ونسميه trajectory. trajectory بيكون شكله بارابولا. هلا في عندنا جسم هون كان موجود عند الزمن صفر، هون عند نقطة A تم قذفه بزاوية theta i مع المستوى الأفقي بـ velocity أولية في i. X component إلها VXI والY component VYI. هلأ رح ندرس الحركة باتجاهين، باتجاه X باتجاه Y. باتجاه X ما في قوة لأنه Air resistance مهملة، إذن ما في تسارع. إذن التسارع في اتجاه X يساوي صفر، وبالتالي الفيلوسيتي رح تظلها ثابتة باتجاه X. بنلاحظ هون عند الموقع A كانت الـ velocity vxi، عند موقع B كمان vxi، عند موقع C كمان راح تكون vxi، عند موقع D راح تكون vxi، عند موقع E راح تضلها vxi. إذن بالاتجاه الأفقي باتجاه الـ X ما في تغير بالسرعة لأنه ما في تسارع. باتجاه الـ Y في عنا free fall acceleration، وبالتالي الجسم رح يبدأ بسرعة vy i، بعدين هاي السرعة رح تنخفض لحد ما تصير صفر على نقطة، بعدين بترجع بتزيد باتجاه النزول. طبعا الـ velocity باتجاه الـ x direction تبعها ثابت دائما باتجاه الـ positive x، فماجنتيود بتضلها ثابتة. الفيلوسيتي باتجاه الواي قيمتها بتقل أثناء الصعود وأثناء النزول بتزيد. كاتجاه هي طالعة واضح إنه الاتجاه بيكون الأعلى، وهي نازلة بيكون الاتجاه للأسفل، بس الأكسلريشن عليها هو الفري فول أكسلريشن، دائما بيكون اتجاهه إلى الأسفل. زي ما حكينا الفيلوسيتي الأولية هي initial velocity vi كمقدار، بدنا نحللها متجه x متجه y. متجه ال x نضرب كوساين لانه مركبة ال x هي مركبة قريبة مثل ما هو واضح هون، هاي الزاوية هاي المتجه، هاي مركبة x وهي مركبة y. مركبة x هي مركبة القريبة وبالتالي نضرب كوساين، مركبة y هي مركبة البعيدة وبالتالي نضرب الساين. زي ما حكينا في اتجاه الاكس ما في قوة،
وبالتالي الاكسلريشن يساوي صفر باتجاه واي. في عندنا الجرافيتي وبالتالي الاكسلريشن هو الفري فول اكسلريشن قيمته جي وسالب لانه باتجاه الاسفل. هلا باتجاه اكس مثل ما حكينا ما في تسارع، راح نستخدم معادله الكونستانت فيلوسيتي اللي هي اكس فاينال يساوي اكس انيشال زائد في اكس اي في تي. طبعا في اكس اي ثابته نحسبها من المعادلة هاي. باتجاه y راح نستخدم معادلات كينيماتيك ايكويشنز لانه عندنا constant acceleration، بس بدل x راح نحط y والacceleration راح يكون ناقص g. هاي المعادلة الاولى، الثانية، الثالثة، الرابعة، الخامسة. واضح انه معادلة constant velocity هون عبارة عن حالة خاصة من المعادلة الرابعة هون. constant velocity يعني ان الاكسلريشن ثابت ويساوي صفر. في المعادله هاي بدل y بنحط x، بيطلع لنا هون x final x initial dx initial time، والاكسلريشن راح يكون صفر فهذا الحد ما راح يكون موجود، بيطلع معنا المعادله هاي. على كل هاي المعادله راح نستخدمها للموشن في الاكس دايركشن، وهاي المعادلات راح نستخدمها للموشن ان y دايركشن. هون رح ناخذ حالة ونحسب لها الـ horizontal range والـ maximum height للـ projectile للمقذوف. رح نفرض إنه عندنا projectile قذفناه من الـ origin، بمعنى x initial صفر y initial يساوي صفر، عند الزمن صفر. أعلى نقطة هي peak point، هي نقطة A. الـ cartesian coordinate تبعها رح يكون r على 2 h. R هي المسافة هاي من هون لهون، هاي R. إذا إحداثياتها باتجاه الـ X راح يكون R على 2 والارتفاع راح يكون H. طبعا احنا هون بنحكي عن حالة انه المقذوف بتم اطلاقه وبرجع لنفس مستوى الاطلاق. بنلاحظ ان نقطة الاطلاق ونقطة الرجوع الى الارض على نفس المستوى. هاي الحالة بس يكون الـ X coordinates للـ peak point تساوي R على 2. الـ H زي ما حكينا هي الارتفاع هاد هو H. الـ point B اللي هي هون واضح انه المسافة باتجاه X تساوي R، وبما انه النقطة الأولية احداثياتها بالـ X تساوي صفر فإذا النقطة B احداث الـ X تبعها تساوي R، أما احداث الـ Y يساوي صفر لأن الكرة رجعت لمستوى الصفر كارتفاع. المسافة R بنسميها الـ horizontal range للمقذوف، والارتفاع H بنسميه maximum height. زي ما حكينا الـ velocity أعلى نقطة اللي هي عند الـ location A بتكون بتساوي صفر باتجاه الـ Y. بنطبق المعادلة الأولى من معادلات الـ kinematic equations ما بين location origin واللوكيشن A. هاي location origin واللوكيشن A، هون initial وهون final. ال velocity النهائية باتجاه ال y بتساوي صفر مثل ما حكينا هون. ال velocity الأولية باتجاه y تساوي vi sin theta i، g يجي مثل ما هي، وال time بنحط time at A يعني time at location A. بنخلي time at location A لحالها بطلع لنا هاي المعادلة. بنطبق المعادلة الرابعة من معادلات kinematic equations. y final هي h لأنه عند location A بيكون ال y coordinate عبارة عن h. y initial يساوي صفر لأنه عند origin ال y بتساوي صفر. vy initial مثل ما حكينا vi sin theta i. التايم اللي هو التايم at A بنجيبه من المعادلة هاي بنعوضه هون، ناقص نص جي مثل ما هي، والتي سكويرد نفس الاشي بنجيب تي at A بنعوضها هون، بنحصل هاي المعادلة. هاي المعادلة بتعطينا الماكسيمم هايت. هلا التايم عند اللوكيشن B يساوي ضعف التايم عند اللوكيشن A، بمعنى ان المقذوف بحتاج زمن
تي اير عشان يوصل من الاوريجن لاعلى ارتفاع اللوكيشن اي، وبحتاج نفس الوقت عشان يروح من اللوكيشن اي لللوكيشن بي. طبعا هذا الحكي صح في حالتنا لانه الاكسلريشن باتجاه اكس يساوي صفر والاكسلريشن باتجاه واي ثابته سواء بالصعود او بالنزول، ولانه الجسم مثل ما هو واضح هون بيطلع من الارض وبرجع لنفس مستوى الارض او نفس مستوى الاطلاق. الفيلوسيتي عند بي باتجاه الاكس طبعا هي نفسها الفي اكس اي لانها ما بتتغير. الاكس كوردينيت عند نقطه بي يساوي ار اللي هو الهوريزونتال رينج، بنطبق معادله الكونستانت فيلوسيتي على اتجاه الاكس عند النقطه بي. اكس فاينل هي عباره عن ار مثل ما حكينا. الاكس انيشيال بتساوي صفر لانه عند الزمن صفر المخلوف كان عند الاوريجن. في اكس اي بتضلها مثل ما هي هون. التي هون اللي هو التايم ات لوكيشن بي. هلا في اكس اي حكينا انها بتساوي في اي كوساين ثيتا اي، والتي ات بي تساوي 2 تي ات اي. هلا في اي كوساين ثيتا اي بنزلهم مثل ما هم الاثنين مثل ما هي. التي ات لوكيشن اي اوجدنا لها معادله بنعوضها هون اللي هي هاي المعادله، بنعيد ترتيب المعادله بيطلع معنا المعادله هاي. هاي المعادله بتعطي الهوريزونتال رينج. هون بمعادله الهوريزونتال رينج في عندنا ساين 2 ثيتا اي، والساين اكبر قيمه له بتساوي 1، بمعنى انه الار ماكس يساوي في اي سكويرد على جي مثل ما هو واضح هون. ساين 2 ثيتا اي بتساوي 1 لما 2 ثيتا اي تساوي 90، اذا لما ثيتا اي بتساوي 45 درجه. اذا اذا اطلقنا مجموعه من المخلوفات بسرعه بدائيه في اي بنحصل اكبر هوريزونتال رينج لما تكون زاويه الاطلاق هي ثيتا اي تساوي 48. هون في عندنا مجموعه من المخلوفات اطلقناها بسرعه في اي تساوي 50 ثانيه بزوايا مختلفه، واضح انه عند الزاويه 45 حصلنا اكبر قيمه لار. هلا واضح كمان انه عند الزاوية 75 وعند الزاوية 15 الرينج متساوي، عند الزاوية 60 وعند الزاوية 30 الرينج متساوي. اذا كقاعدة عند الزوايا اللي بتتمم بعضها اللي هي مجموعها بيكون 90 بيكون الهوريزونتال رينج متساوي. ليش؟ لانه عندنا في المعادلة هون ساين 2 ثيتا اي، 2 ثيتا من 15 بعطينا 30 و 2 ثيتا من 75 بعطينا 150، ونحن بنعرف ان الساين لل 150 وساين 30 متساوي، وكذلك ساين 120 وساين 60 كمان متساويين. اذا عند الزوايا المتممة اللي هي بيكون مجموعها 90 الهوريزونتال رينج بيكون متساوي. عندنا اكزامبل في شخص قفز من الارض بزاوية 20 بسرعة 11 متر بكل ثانية، هاي عبارة عن ثيتا اي وهي عبارة عن في اي. التراجكتوري للشخص قفز من هون طلع بعدين رجع لنفس المستوى، واضح انه هاي الحالة نفس الحالة هاي، وبالتالي معادلة الهوريزونتال رينج ومعادلة الماكسيمم هايت ممكن نستخدمهم في هذا الاكزامبل. اول شيء مطلوب how far does he jump in the horizontal direction، بمعنى بدنا نحسب الهوريزونتال رينج، نستخدم معادلة الهوريزونتال رينج اللي اشتقيناها سابقا. في اي معروفة والثيتا اي معروفة والجي طبعا معروفة، بيطلع معنا الجواب 7.94 متر. المطلوب الثاني الماكسيمم هايت، واضح نستخدم معادله الماكسيمم هايت اللي اشتقيناها من شوي. في اي معروفه، ثيتا اي معروفه،
جي معروفه، بيطلع معنا الجواب 0.722.